وجوه المخدودين من طرف المحكمة وبرامج عملها المستقبلية، فإن هذا الحفل القضاء البهيج الرسمي يزدان بحضوركم المبارك وتشريفكم الذي يؤكد أن العدل أساس الملك. وبأسماء غرامات التقدير والامتنان نشكركم ونعبر لكم عن اعتزازنا باستضافتكم في هذا الحفل القضائي الذي سوف تتخلله عدة أنشطة. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بعون من الله ورعايته افتتاح السنة القضائية سنة 2024 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحضور سيادة رئيس منتدب مجلس أعلى السلطة القضائية، سيادة رئيس النيابة العامة، سيد ممثل وزير العدل، سيد والي جهة الدار البيضاء ستات، سيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية الرفيعة المستوى. وتم افتتاح السنة القضائية 2024 تحت شعار الجدية والتخليق، بحيث استعرض السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حصيلة عمل المحكمة منوها بما تم تحقيقه على أساس أن العدل أساس الملك. كذلك السيد وكيل العام للملك لدى نفس المحكمة استعرض حصيلة عمل النيابة العامة مؤكدا بدوره على الجدية والتخليق وطبعا الدفاع عن الحقوق والحريات. وتخلل هذا الحفل القضائي الرسمي البهيج توشيح عدد من قضاة ومستشاري وموظفي هيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمدينة الدار البيضاء، أنعم بها عليهم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده من صريح رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية. كما تم أيضا تكريم شخصيات وطنية لدورها في الدفاع عن الحقوق والحريات وصون حقوق الأفراد والجماعات. يتعلق الأمر بسيادة رئيس منتدب الأستاذ محمد عبد النبوي، سيادة رئيس النيابة العامة الأستاذ مولاي الحسن الداكي، السيد وزير العدل الأستاذ عبد اللطيف وهبي، ثم السيد والي جهة الدار البيضاء سطات. إذا شعار السنة القضائية 2024 هو الجدية والتخليق، اقتداء بخطاب جلالة الملك رئيس مجلس أعلى السلطة القضائية بمناسبة عيد العرش المجيد. نضرب لكم موعدا إن شاء الله وتعالى السنة المقبلة في افتتاح السنة القضائية 2025. حياكم الله.